صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 104 لسنة 2024 باستحداث الفئة الممتازة لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تنشأ فئة وظيفية تسمى الفئة الممتازة، ويكون منح هذه الفئة لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم بمرسوم.